سوريا مأساة إنسان ومكان. أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج سنوات العرب ملف خاص. من حلقة اليوم سوريا مأساة الإنسان والمكان. بعد عقد على الحرب السورية النتائج تبدو ثقيلة جدا ومؤلمة للغاية. حرب خلفت آلاف القتلى والجرحى وشردت مئات الآلاف وتركت وراءها أمهات ثكلى وأطفالا يتامى. مأساة إنسانية لم يعرف التاريخ لها مثيلا في العصر الحديث. قصص مأساوية لم تستطع كل الجهود الدولية والمبعوثين الأمميين في إرساء سفينتها على بر الأمان، ولم تبلغ هدفها المنشود بالوصول إلى أي نوع من أنواع التسويات. سنوات من القصف والاشتباكات بين حكومة ومعارضة لم تفضي إلى نهاية، بل ما زاد الطين بلة دخول قوى دولية على خط الصراع لتساند جهة دون أخرى، فمهدت لفوضى غرقت بها البلاد وعبدت الطريق لدخول داعش الذي عاث في الأرض فساداً. سوريا بعد 10 سنوات إلى أين؟15 من مارس 2011 كان الجحيم يطرق باب الشام مقنعا بلبوس الحرية التي سرعان ما زرعوها طعما في حناجر البسطاء من الناس. كان المشهد سرياليا وحالما، أو هكذا كانت تصل الصورة إلى السوريين أسوة بالدول العربية الأخرى. فدمشق عاصمة الياسمين، خدعتها رائحة الياسمين القادمة من قرطاج، فإذا بقاسيون ينحسر على بحر من الدم، وتوقظ الصرخات في درعا وحمص وحماء ودير الزور واللاذقية وريف دمشق وإدلب وحلب، الفتنة التي تحينت اللحظة لتنهش المجتمع السوري. كانت خفافيش التطرف وغربان السياسة تعد نفسها بوليمة من دم السوريين وأجسادهم، وهذا ما كان بالفعل. تقاسمت جبهات الموت من النصرة إلى داعش مرورا بالميليشيات العابرة للحدود، طرائق الإجهاز على السوريين. فصارت الحرية صراعا مع الجدران والسجون وغرف الخطف المظلمة، وصارت الكرامة إلى فقر ولجوء وشتات، وصارت البيوت إلى خيمة لا تغني من برد ولا تسمن من جوع. دخل السوريون مع الأرقام في صراع غير متكافئ. هم الأشد فقراً وحاجة في العالم اليوم، هم الأعلى نزوحاً فوق هذا الكوكب، هم أكثر من قدم قرابين للبحر في رحلة الهروب الكبرى إلى سقف آمن في بلد يكون بديلاً عن وطنهم الذي ضاع. كانت الأيدي العابثة تنفث خبثها في البلد الجريح، تطمئن للتطرف والإرهاب الذي يتمكن من البلد أكثر فأكثر. كيف لا، وهو المطية التي جعلتهم ينهبون الثروات ويحتلون الأرض، وجعلت من السوريين خزانا للمرتزقة وبنادق بشرية للإيجار، باسم الدين تارة وباسم لقمة العيش تارة أخرى. فتم جرهم إلى حروب غير حربهم في ليبيا وأذربيجان، ورفعوا رايات الجيش التركي والحرس الثوري وغيرها. عشر سنوات صارت سوريا بالفعل بلداً لا يشبه نفسه قبل مارس آذار 2011.
جغرافيا ممزقة ومجتمع لا تجانس فيه ولا تآلف. معظم السوريين كفروا بالوطن بحثاً عن مقومات الوطن التي فقدوها من سقف آمن ولقمة عيش كريمة وساحة يصنعون بها أحلام أجيال قادمة، بعد أن فقدت الأجيال الحالية الأمل وفاتها الأوان ودهم الوقت طموحاتهم ومستقبلهم. وكأن كل سوري يردد الجملة الأشهر في الحرب: حين بدأت ببناء مستقبلي انهار الوطن. للحديث عن هذا الموضوع معنا من القاهرة عضو هيئة التفاوض واللجنة الدستورية فراس الخالدي، ومن دمشق عضو اللجنة الدستورية الدكتور عبد القادر عزوز. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور عبد القادر، متى وأين ينتهي كابوس السوريين؟ تحية لك ولجميع العاملين في قناة سكاي نيوز وضيفك وجميع الأخوة المشاهدين. يعني أعتقد بأن ورد في تقريركم الكثير من تقييم لحصيلة تجربة العقد الذي مر على أبناء سوريا، وهي حصيلة مؤلمة بالحقيقة. وعندما اليوم نعود إلى تقييم تلك الحصيلة نجد بأنها لم تعطي ولم تسفر إلا مزيدا من النازحين ومزيدا من المهجرين واللاجئين، وأوضاع اقتصادية صعبة وحصار اقتصادي وميليشيات متناسرة إرهابية، والكثير منها بنغمة طائفية وبنغمة عنصرية للأسف. هذه الحصيلة أعتقد بأنها تؤلم أبناء سوريا، لذلك نقول بأنه منذ اللحظات الأولى ومنذ أن كان هناك حديث عن مطالب اجتماعية ومطالب وغيرها، أعتقد بأن الدولة السورية بادرت إلى الكثير من الخطوات في إطار الإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي، ولكن الهدف كان هو تدويل المسألة السورية. ووجدنا بأن ما تم الحديث عنه عن ربيع كان في الحقيقة هو فوضى عمت المنطقة، كان الهدف الأساسي هو إعادة هندسة المنطقة لحساب المشروع الإرهابي التكفيري، المشروع الانفصالي، حنين بعض الدول إلى العصر الاستعماري من جديد. هذه هي المشاريع الحقيقة، هي التي تصارعت وهي التي دفع أبناء سوريا ثمنا كبيرا، والعديد من الدول أيضا دفعت تلك الأثمان. فبالتالي منذ البداية لم يكن هناك رغبة في إيجاد حل سياسي، واضح. أو رغبة في إيجاد أو الوصول إلى نتائج للحوار الوطني السوري. سيد فراس، لما لم نصل إلى حل للأزمة السورية بعد مرور كل هذه السنوات وبعد كل مؤتمرات الحوار؟ أولا تحية لك وضيفك الكريم. أول شيء إحنا في عندنا مشكلة ستنا الكريمة، أنه في التقرير أغفل نقطة مهمة جدا، هو أن تأخر رب البيت في إصلاحات أو التقدم في الإصلاحات هو من شرع الأبواب. يعني كما نذكر أن بشار الأسد في خطاباته قال أن 6 أشهر من العام الأول للثورة كانت سلمية، كانت مطالب الشعب السوري هي بسيطة، هي إصلاح في درعا، إقالة أحد الضباط مسمى عاطف نجيب، ومن ثم العودة للحياة، لأن الشعب السوري كان يدرك تماما حجم المطامع في سوريا. للأسف تم دفعنا دفع مباشر إلى العسكرة عندما شرعت أبواب للدخول الإيراني، ومن ثم بعدها عندما دخل الروسي ليحد النفوذ الإيراني وتدخل التركي في المقابل، فأصبحنا يعني أرض. هذا التأخر كله حتى اللحظة الواقع يقول أن النظام ليس لديه نية في التقدم في أي حل سياسي. فهو اليوم على سبيل المثال يقابل كل الممثلين لهذه العناصر العسكرية في سوتشي، في حين أنه يقوم بوصف الإرهابيين من يلاقيه في جنيف، يعيق عمل اللجنة الدستورية التي هي مطلب للروس وهم حلفاء والمجتمع الدولي للشعب السوري.
في المقابل يقوم بالتسهيلات لتكريس نفوذ تركي في شمال سوريا، تكريس نفوذ للبيدي أو ما يسمى الفصائل ذات النزعة الانفصالية، تكريس نفوذ للحرس الثوري الإيراني. بالمقابل لم يرضى أن يتقدم خطوة واحدة اتجاه الطرف الآخر من الشعب السوري أو الشارع السوري الذي لا يمثل هذا الشارع. 13 مليون لاجئ ونازح، مليون معتقل ومفقود، وآلاف وملايين المعاناة. في الحقيقة أنا من 2012 حتى اليوم المعارضة لم تتخلى يوما عن طاولة الحوار، ولم نزل أنا شخصيا على أنتقل إلى دكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر، إلى أي مدى برأيكم لعبت تركيا بتسليحها للعديد من الفصائل المتطرفة دورا في تعميق وإطالة أمد الأزمة السورية؟ يعني أولا سيدتي، عندما يتم الحديث عن موضوع سلمية الحراك من عدمه، أعتقد وأنا لا أرغب بأن يعني أخوض سجالا بهذا الموضوع، كلنا يتذكر منذ البدايات العديد من المجازر والانتهاكات التي ارتكبت بحق يعني أفراد من الشرطة وبحق أفراد من قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري وغير ذلك. المهم في الحصيلة اليوم عندما نتحدث عن الأدوار الخارجية، أنت أشرت إلى الدور التركي. نعم، الاحتلال التركي منذ البداية وجدنا، ومنذ الأشهر والأيام الأولى الأسابيع الأولى وجدنا تصريحات من المسؤولين الأتراك يعني في إطار الاصطفاف وفي إطار التدخل، وليس كجزء من الوساطة أو كجزء من الحل، بل جرى عقد مؤتمرات لأشخاص هم بالأساس هم في خارج سوريا. وأنت تعلمين طبيعة الانتماء لحزب العدالة والتنمية، التنظيم لتنظيم الإخوان المسلمين العالمي. هذه النزعة وفرض منطق تكريس وجود الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسي في سوريا دون الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، دون الاحتكام لآلية انتخابات ديمقراطية سلمية في إطار عملية تداول السلطة، ورفض أي شكل من أشكال الحل وتقديم كل التسهيلات. الكل يعلم ماذا قدم الاحتلال التركي في تقديم، أولا تحولت تركيا إلى ممر لجميع المرتزقة والإرهابيين ووفرت لهم ملاذات آمنة أيضا. تفضلوا بالبقاء معنا، سنتابع في هذه الوقفة ونستطلع خلالها أراء الشارع السوري بعد 10 سنوات على اندلاع الاحتجاجات الشعبية، فلنتابع. نحن بهالعشر سنوات السابقة عانينا كتير ولازلنا عم نعاني، وخاصة هاي الحروب اللي وقعت في بلادنا، الأولاد عنا مثلا تشردوا وانحرموا من أبسط حقوقهم المعيشية دراسية على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي. المرأة عنا عانت كمان. هاي الحروب والاحتلال التركي وهجومه المتكرر علينا خلف عنا كتير معاناة. مثلا صار عنا نزوح بشكل كبير، صار عنا عشرات الآلاف من المخيمات، الاحتلال اللي صار على رأس العين وطل أبيض كمان أثر بشكل كبير علينا. أنا الرقة مدمرة، لا تعليم، لا الاقتصاد مدمر، كل شيء مدمر، كل شيء مدمر. الناس تعيش حالة فقر شديد، كان الله بيعون الناس شلون عايشة، عجوبة أنه الناس إلى حد الآن عايشة. الاقتصاد مدمر، كل سبل الحياة ومصادر العيش مدمرة. يعني الشباب لا كملوا الدراسة، لا كملوا شيء، يعني الوضع يعني صراحة يعني مأساوي حيل كثير. تهجرت ناس شردت بجميع أنحاء العالم، دمروا أجيال. 10 سنوات ما في تعليم، ما في طبابة، ما في شيء يعني. والحمد لله احنا هون بشمال سوريا، قوات سوريا الديمقراطية أحسن الموجود. نحن وقعنا بمشكلة دمار وجوع ومساءة، وتطردنا من بيوتنا ومعيشتنا تعيسة، واحتلتنا آخر شيء طلعت علينا تركيا دمار شامل، وطردت هذا الشعب الفقير من بيوته وتهدمت بيوتنا. حرب هوتن وشر هوتن. خلفت الحرب آلاف المهجرين، والآلاف غرقوا في البحار أثناء فرارهم إلى أوروبا. في السنوات العشر الماضية كانت صعبة على كل السوريين، وأسوأها الهجوم التركي علينا والذي تسبب في تشرد الآلاف. أذقنا المرين، اتدمرنا، أنا بيتي واحد الناس متدمر،
لا حول ولا قوة، لا شغل ولا مقوى ولا أي شيء. بارك عند أخوتي هون مساعدات، عم تجينا معونة مساعدات، يعني إيش دقل لك؟ وضع الشعب كله تعبان. أعود مجددا إلى ضيفي من القاهرة، عضو هيئة التفاوض واللجنة الدستورية فراس الخالدي، ومن دمشق عضو اللجنة الدستورية الدكتور عبد القادر عزوز. سيد فراس، يعني دكتور عبد القادر تحدث عن الدور التركي اليوم بدعم التنظيمات الإرهابية، من يتحمل مسؤولية دعم هؤلاء على مر السنوات؟ على المسؤولية القانونية الدولية طبعا تركيا هي أساس في هذا الموضوع، وتأخر يعني التحرك الدولي اتجاه وقف هذه التدخلات والاحتلالات التي تحصل في سوريا. المسؤولية الداخلية هي تحملها بداية هو تأخير أو تعطيل العملية السياسية بجنيف من قبل النظام، وثانيا هو غياب المحور العربي عن الضغط أو إحراز التوازن في العملية السياسية. يعني نحن نرى اليوم أن في ظل غياب هذا الدور العربي الفاعل أو الذي يجب أن يكون حاضر وبقوة، لأنهم أهل الدار أو هم أهلنا، يفسح المجال للحرس الثوري الإيراني أو للأتراك في التدخل الأكثر في التركيبة الديمغرافية السورية. للأسف أن النظام خلال الفترات السابقة وعقود المصالحات وما حصل من نقل السوريين إلى الحدود الشمال السوري ساهم وعزز في الاحتلال الديمغرافي أو الهندسة الديمغرافية التي يسعى تركيا لتطبيقها في المنطقة، ولذلك يكون يعني يعيد ترتيب الحدود التركية بشكل يبعد الأكراد أو كم أو ما يحاول إبعاده من الأكراد عن حدوده، ويؤمن عبر أناس من الصعب أو يرى أنه لن يعيدهم إلى ديارهم عبر استمرار الصراع لسنوات قادمة كما يحاول أو يخطط المحور بكامله. الجزء الآخر في التحمل طبعا يعود اليوم للتمادي التركي أو التمادي الإيراني في المنطقة، هو على سبيل المثال ما حصل اليوم في سوتشي، فتكريس هذا التقسيم أو هذه المناطق العسكرية أيضا يعني يرخي بعباءه على أهلنا في الشمال السوري ويجعلهم أكثر يعني أكثر رهينة لقوة الظلام والتطرف، وكذلك أهلنا في دمشق وفي باقي المناطق الذين يعانون من هنا إن كان على الناحية الاقتصادية أو الناحية الأمنية، ومن هنا على الناحية أيضا الاقتصادية والأمنية، ولكن بوجهان، وللأسف رب البيت هو من شرع هذه الأبواب. فأنا أرى يعني أن أوجه نداء من على شاشتكم لعقلاء السلطة بأن يمدوا أيديهم سريعا وعاجلا إلى كل العقلاء الوطنيين في سوريا كان معارضة أو في أي مكان، لأن نسعى لإيجاد حل سياسي عادل يصنع أو يحمي أبناءنا جميعا من هذه المقتلة أو هذه المذبحة التي نقدم دعني أسألك بالمباشر سوريا، ولكن هذه الفكرة وصلت سيد فراس. دعني أعود إلى دكتور عبد القادر، من سهل دخول داعش ويعني فتح أمامه وأمام جبهة النصرة العبث في الداخل السوري؟ يعني نتذكر منذ البداية بأنه كانت هناك ممانعة دولية وإقليمية طبيعة التحول في النظام الدولي المعاصر، وتشكل منطقتنا أحد أهم ساحات التنافس من جهة والصراع سواء مع القوى الإقليمية الصاعدة أو على المستوى الدولي. فبالتالي من هنا كان هناك ممانعة دولية وقرار دولي بعدم تكريس الحل. لماذا؟ وبأن الظروف لم تنضج بعد، لأن الظروف لم تنضج بعد، يعني بمعنى أن كل طرف إقليمي ودولي رأى أن من مصلحته استمرار حالة الحرب والاستنزاف، وأن يكون هناك صراع واقتتال واحتراب بين الكثير من الفصائل والميليشيات، وعدم السماح للحكومة المركزية للجيش المركزي للقوى المركزية بأن تبسط سيطرتها. لكن دكتور عبد القادر على مر السنوات أتى العديد من المبعوثين الدوليين وممثلي الأمم المتحدة، لم يتمكن كل هؤلاء من إيجاد أرضية لأي نوع من التسوية. يا سيدتي، أنا شاركت في حوار جنيف وفي سوتشي وفي اللجنة الدستورية. اليوم بعيدا عن التضليل الإعلامي، بعيدا عن الاستهلاك المحلي، الأطراف الدولية والإقليمية لا تريد إلى الآن الحل في سوريا اليوم، والكثير للأسف من أبناء سوريا
هم رهينة أيضا لتلك القوى الإقليمية والدولية. أنا لمست ذلك من خلال جولات جنيف ومن خلال عمل اللجنة الدستورية في مؤتمر سوتشي الذي عقد في العام 2018، لأنه بشكل نسبي لم يكن هناك تدخل خارجي، كان هناك التقاء لإرادة السوريين، هناك الكثير من المشتركات التي تجمع أبناء سوريا بين بعضهم البعض، لذلك كانت هناك مخرجات للمؤتمر وكان هناك بيان. ولكن في جولات جنيف لأن هناك إرادة خارجية إقليمية ودولية متدخلة بشكل رئيسي وبشكل أساسي، ولأن البعض رهينة ممثلا لقوة إقليمية أو ممثلا لقوة دولية، وبالتالي للأسف إلى الآن نجد تعطيلا للعملية السياسية ولا نجد تقدما للمسلح. عبد القادر، أعود إلى سيد فراس، ما الذي يعيق إيجاد حل لهذه الأزمة رغم التدخلات الدولية على مر السنوات؟ يعني طبعا نحن خلينا نكون بس واقعيين شوي وندرك أنه المجتمع الدولي، في دول لديها مصالح في إدارة الصراع، في دول لديها مصلحة في إطالة الصراع كي تكرس مثلا هندسة ديموغرافية أو احتلال جديد أو تقسيم حتى والعياذ بالله إلى سوريا. ولكن الذي يعيق حتى اللحظة هو النظام، النظام أو الذي هو يدعى أنه هو رب البيت وهو المسؤول عن حماية سوريا. هذه الحكومة وهذا النظام يوافق في مؤتمر سوتشي 2018 على مبادئ 12 وعلى تفعيل اللجنة الدستورية. هذه المبادئ التي وافق عليها في سوتشي لم يقبل نقاشها حتى في جنيف. المشكلة تكمن أننا حتى اللحظة يوجد النظام وضع نفسه رهينة في يد المحور الإيراني. المحور الإيراني شئنا ما بينه هو شريك المحور التركي. يعني أنا اليوم للأسف مضطر أن أقول أن الروسي ليس شريك للإيراني والتركي الذي هو يقتلني أو يقتل أهلي وأبنائي، لكن هناك فصل يجب أن ندركه. هذا التماهي بين الإيراني والتركي في تقسيم سوريا وتقسيم احتلالاتهم والمفاوضات وتكريس مصالحهم هو من ندفع ثمنه. كي نخرج من هذه العباءة علينا أن نمد يدينا لبعض كسوريين. كيف نمد أيدينا؟ هناك قرار 254 الملزم الذي يتطابق مع تطلعات الشعب السوري بالحد الأدنى، معارضة ونظام. دعونا نذهب بتفعيلها، دعونا نمارس عملية ضغط على المعارضة وعلى النظام في تفعيل قرارات 254 وندفع الدولي لأن يرضخ لقرارات الشعب السوري، لا أن نرضخ جميعا لهذه القرارات، لا أن نرضخ جميعا للاحتلال في الشمال السوري من تركيا أو الحرس الجمهوري الإيراني الذي يستبيح أعراضنا وأبنائنا ومقدساتنا في دمشق. يعني هناك مقاربات يجب أن نكون واقعين إذا أردنا أن نكون الحل. السلام يحتاج إلى حل سياسي عادل. كي نستفيد من وجودكم معنا لضيق الوقت، دعونا الآن ننتقل إلى قضية اللاجئين التي تكاد أن تكون قضية اللاجئين السوريين قصة المعاناة الأسوأ، فقد تبوأت صدارة الأزمات. فبين هجرة ونزوح ولجوء ورحلات هروب بحرية عاش الشعب السوري، هذه هي الوقفة التي نتعرف عليها، كيف عاش الشعب السوري خلالها كل هذه المأساة. فلنتعرف على الأرقام. أعود مجددا إلى ضيوفنا. دكتور عبد القادر، تابعنا هذه الأرقام، السوريون يتصدرون، يعني
أكثر عدد لشعب لجأ حول العالم، هذه أزمة ومعاناة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ عندما نتحدث عن مسألة يعني أهلنا السوريين الذين هم خارج سوريا أو خارج مناطق إقامتهم الطبيعية، فأعتقد بأن هذا الأمر يجب أن نبحث في الأسباب التي أوصلت إلى هذه الظاهرة. أعلم حجم التسييس لهذه الظاهرة، والكل يعلم أيضا بأن من دفع إلى تضخيم هذه الظاهرة وإلى انتشارها بهذا الشكل هما سببين رئيسيين: وجود الإرهاب الذي بسببه تركت الكثير من الأفراد منازلهم، وأيضا الإجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي وجدنا بأن السوريين يتوزعون ما بين لاجئين وما بين مهاجرين بحثا عن حياة أفضل وأوضاع اقتصادية وغير ذلك، وهو الذي يمنع إلى الآن عودة الكثيرين. في الحقيقة السبب الجوهري الأساسي أن إرادة الكثير من الدول الإقليمية والدولية أن تكون سوريا سلطة برؤوس متعددة. من الذي اليوم يمنع عودة الأهالي في محافظة إدلب؟ من الذي يريد أن يكرس إمارة لتنظيم القاعدة في شمال غرب سوريا؟ من الذي يريد لتنظيم داعش عودته من جديد؟ من الذي يريد أن يكرس منظومة انفصالية في شمال شرق سوريا ويحرم أبناء سوريا من مواردهم؟ هناك الكثير من الأسباب الجوهرية التي هي في الحقيقة الدولة السورية قامت بالكثير بهذا الجانب، وعقدت مؤتمرا مؤخرا لعودة أهلنا السوريين، وأبدت استعدادها للتعاون البناء والإيجابي، سواء من خلال شطب الملف الأمني أو من خلال تسوية أوضاع بما يتعلق بالخدمة أو المصالحة أو الكثير. لكن هناك ترويع للسوريين من هم في خارج سوريا وعدم السماح لهم بالعودة تحت عنوان أنهم يريدون عملية سياسية، يريدون ابتزاز الحكومة السورية واستخدام هذه الورقة كورقة ابتزاز وورقة ضغط سيد فراس على الدولة. الدكتور عبد القادر يتحدث عن دور الحكومة، هل الحل اليوم بيد الحكومة السورية أم بات مرهونا بقرارات خارجية؟ هلا قطعا هناك بعض الدول لها مصلحة في استخدام ورقة اللاجئين، لكن من ساعد أيضا في هذا الموضوع هو التجاوزات الأمنية، حتى ما يزعل الأستاذ عبد القادر، يعني بعض الجهات أو الشق الموجود في النظام الذي اعتقل مثلا العائلات اللي عادت إلى تلكلخ أو منع أو أرهب الناس التي في الغوطة الشرقية، الذي ساهم أصلا في نقل هذه العائلات وهذه الأهل إلى مناطق الشمال أو إلى مناطق الأكراد السورية التي يسكنها بعض غالبتها من الكرد كي يعزز هذا التكريس في الانقسام. يعني هذا الموضوع مشكلة حقيقية تكمن أنا برأيي في بداية الموضوع هو شقين: الشق الدولي طبعا ليس هناك ضمانات حتى اللحظة في أن تضغط الدول على اللاجئين بأن يعودوا إلى سوريا. الشق الأساسي والمسبب لهذا الموضوع بكلام الروس، لن أقول بكلام المعارضة أو بكلام أي أحد، بكلام الروس الذي هو حليف النظام، أن النظام لم يصدق معهم في تعهداته، وأنه لم يساهم حتى اللحظة في تسهيل أو عودة اللاجئين، ولم يرفض رفع الملفات الأمنية أو إسقاطها عن ملايين، ولدينا ما يقارب 3 مليون اسم منشورين الآن على موجودين يعني على محركات الذاتية لدى الأمن السياسي والأمن العسكري. عندنا ما شاء الله 18 فرع يعني أمني يتبع للنظام يدير البلد، 18 فرع يتخبطون في بعضهم. فهي الأمور يعني غير أنه لديك ما يقارب سيادة الكريم يعني عندك مشكلة اليوم في دمشق، عندما يكون المشكلة ليست مع الأمن السوري، يعني ليست أنا مع ظلم الأمن السوري، ما فرض علي الواقع الذي أنا فيه هو وجود الأجانب، هو وجود الإيراني وحزب الله والعراقي، ومن ثم أتت النصرة وداعش والأسلمة التي حصلت بطريقة ما أخذني لهذا الموضوع. أنا حتى أخرج أنا برأيي أنا كمواطن سوري حر سأتكلم بدون أن أكون لا معارض ولا نظام، أنا أحتاج اليوم إلى حل سياسي عادل كي أبني عليه السلام. لا يوجد طائفية في سوريا، هذه كذبة كبيرة. الشعب السوري بكل مكوناته واضح مصر على سوريته وعلى حدود سوريته كاملة من الجولان إلى لواء اسكندرون. شكرا جزيلا لكم ضيفي من القاهرة عضو هيئة التفاوض واللجنة الدستورية فراس الخالدي، ومن دمشق عضو اللجنة الدستورية الدكتور عبد القادر عزوز، شكرا جزيلا لكم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة سوريا مأساة الإنسان والمكان ضمن سلسلة سنوات العرب. غدا محطة جديدة انتظرونا لنفتح ملفا جديدا. اليمن نزيف في خاصرة العرب. إلى اللقاء.